الاغتسال يوميا عم نطل من مدينه المعارض ضمن معرض دمشق الدولي لنسلط الضوء على جميع النشاطات والفعاليات ونواكب مختلف النشاطات. اليوم رح نحكي عن الصناعه في حلب ومشاركه غرف صناعه حلب في مشاركات واسعه ان كان لغرف التجاره ولا غرف الصناعه من جميع المحافظات. حلب يحاول الارهاب يستهدف حضارتها وثقافتها وصناعتها. بقي الصناعيون بحلب عم يحاربوا الارهاب بايدهم السوريه. لنحكي اكثر عن هيدا الموضوع معنا الاستاذ ماهر نانا عضو لجنه التصدير في غرفه صناعه حلب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك على شاشه الاخباريه السوريه. الله يسلمك يا هلا. اهلا وسهلا فيك استاذ. بدايه مثل ما حكيت نور انه عجله الاقتصاد ما زالت مستمره رغم ظروف الحرب، ولكن في واقع يمكن تعرضت له حلب. خلينا نحكي عن الواقع الحالي في ظل الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على الأرض. كيف واقع الصناعة بحلب حاليا ضمن هالفترة هي الحالية؟ هلا حاليا الصناعة يعني فرقت كتير عن القديم. في تطور كبير عم تشهده الصناعة. نعم. وعودة كبيرة لرجال الأعمال والصناعيين لمدينة حلب، وفي معامل كبيرة فتحت رجعت من أول وجديد. وإن شاء الله يعني نحن بنتأمل أنه جميع الصناعيين اللي طلعوا برات البلد الرجوع إلى الوطن، لأن الوطن هو بيستاهل يعني واحد يرجع يعمل ويبني فيه من أول وجديد. صحيح. يعني مثل ما قلت بالمقدمة أستاذ ماهر، الصناعيون حلب تعرضوا لإرهاب ممنهج لتدمير هاي الصناعة الحلبية السورية الأصيلة، ومع ذلك تميتوا متواجدين. خلينا نحكي عن مشاركة غرفة صناعة حلب في معرض دمشق الدولي. قديش مهمة هاي المشاركة ضمن يمكن المشاركة العربية والعالمية بالمعرض؟ هلا غرفة صناعة حلب متواجدة دائما في معرض دمشق الدولي، وعم تحاول انه دائما يعني يكون في مشاركات من كل الصناعات اللي موجودة في مدينة حلب، ان كانت صناعة الألبسة، كانت صناعة النسيج، ان كانت باقي الصناعات الهندسية والكيميائية. الحمد لله يعني السنة عن سنة المشاركات عم تزيد، ومجهودة يعني غرفة صناعة حلب يعني برئاسة الأستاذ فارس شهابي عم تحاول يعني ترجع هالقلق اللي كان للصناعة في مدينة حلب. نعم. واللي بعد ما تعرضت له من التدمير ومن الخراب ومن الشيء الممنهج، وكان المقصود انه يتدمر اقتصاد مدينة حلب ومعامل مدينة حلب، وكان تم استهداف يمكن مثل ما قلنا المدينة الصناعية بشكل كامل، ومع ذلك الحلبيين بقيوا يمكن داخل بيوتهم عم يحاولوا يشتغلوا ويستمروا بهذا الشيء. طبعا نحن هلا انا بالنسبه لنا نحن عملنا في منطقه كانت يعني منطقه تماس، منطقه النقيرين، فكنا يعني كنهار نروح يعني بين قنص وايوه يعني نطول الطريق ساعه لنصل لمعملنا قنص وقذائف وكذا، بس المهم توصلوا، بس المهم نوصل ونشغل المعمل. والحمد لله يعني شوي شوي بعد يعني الجيش العربي السوري مشكورا يعني وتضحياته وتضحيه الشهداء اللي قدموه الشهداء، واستطاعوا يعني تأمين مناطق الصناعية، وإن شاء الله يعني شوي شوي عم ترجع الصناعة لمدينة حلب إن شاء الله. ضمن مشاركتكم بمعرض دمشق الدولي هي السنة كان لكم مشاركات بالدورة 60 ودورة 59. يمكن نحن خلال مواكبة كاميرا الإخبارية السورية لجناح الصناعيين كان في مشاركة، ولكن السنة على نطاق أوسع، ويمكن شهدت عودة بعض رجال الأعمال مثل ما حكيت وتنشيط الصناعة، وخاصة صناعة حلب اللي كانوا يجونا سياح ليأخذوا الصناعة الحلبية. كيف السنة فرقت عن السنين الماضية مشاركتكم؟ الله، نحن هي ثالث سنة مشارك فيها بمعرض دمشق الدولي، يعني سنة عن سنة في تحسن، بس نحن يعني بنضل من طالب بضرورة يعني رفض رجال أعمال من الدول العربية والهي اللي قدوما لمعرض دمشق الدولي لنرجع نورجيهم الصناعة السورية شلون وين وصلت وين رجعت. وإن شاء الله يعني السنة الجاية بتكون أفضل من هالسنة، والحمد لله رب العالمين. أكيد يمكن شفنا مشاركة واسعة لرجال الأعمال رغم يعني فرض عقوبات على كل المشاركين بمعرض دمشق الدولي، مع ذلك كان في رجال أعمال عربية مشاركة. قديش هيدا الانفتاح على الخارج اليوم بيساعدكم يمكن مثل ما قلت التعريف بالمنتج السوري الحلبي الأصيل؟
هلا نحن سوريا يعني الصناعة السورية معروفة إنه هي كانت ترفض البلاد العربية كلها بالصناعات يعني. طريق الحرير أساسا كان معرج للكل فينا نقول. إيه طبعا يعني، وحاليا بلشت الدول العربية يعني ترجع علاقاتها مع سوريا، وترجع بدها تاخذ بضائع وتاخذ مواد وتاخذ من سوريا، وان شاء الله هذا يعني بدايه جيده، يعني نحن بنقول ان شاء الله بدايه جيده للتقدم والنجاح ان شاء الله. كيف لقيتوا الاقبال على جناح الصناعيين السنه؟ في اقبال يمكن عم يتم عرض مثل ما رحنا زرنا نور شغلات بالجمله معنا بالمفرق شوي، يمكن عم يتم عرضها للزوار الكرام، كيف لقيتوا الاقبال؟ يمكن في تجار عم بتشوف ايضا لتجي تاخذ بضائع من عندكم، كيف عم بتكون العروض؟ يعني هلا العروض مي يعني اسعارنا ان شاء الله جيده، وفي اقبال يعني ما شاء الله السنه المعرض يعني الزوار وان كان رجال الاعمال وان كان والتجار في اقبال جيد جدا يعني، وفي الحمد لله صار عده صفقات يعني وعده طلبيات للبضايع. مشاركتكم هالسنه كيف كانت؟ شو ضمنت العروض؟ مشاركه كنا عم نحكي ان كان بالاقمشه او المفروشات. هلا نحن مشاركين بجناح اقمشه مفروشات أقمشة مفروشات وبرادي، وعندنا يعني جميع أنواع أقمشة المفروشات والبرادي، وعروضنا جيدة يعني. نحن بالنسبة غرفة صناعة حلب شو تضمنت غير الأقمشة والمفروشات؟ هلأ في الصناعات الهندسية، في صناعات الألبسة، في صناعات الكيماوية، يعني جميع الأنواع الصناعات مشاركة فيها صناعة غرفة صناعة حلب. يعني صناعات عديدة نور يمكن تشتهر فيها حلب، يمكن كانت المشاركة مثل ما حكيت أستاذة على نطاق أوسع، كونه صار في ارتياح، صار في معامل عادت لأنها تشتغل. تفضل. هلأ الصناعات لسه يعني تقريبا مو كل الصناعات رجعت، عم ترجع فينا يعني في لسه عوامل شوية سلبية بال. شو هي الصعوبات أو العوامل اللي كان الصعوبات اللي عم تكون يعني نحن وضع الكهرباء عندنا بمدينة حلب يعني في مناطق صناعية لحد الآن عم تجيها الكهرباء 12 ساعة. هلا المدينة الصناعية الشيخ نجار المدينة الصناعية عم تجيها الكهرباء 24 ساعة بس في مناطق صناعية أخرى عم تجيها 12 ساعة بس. وهذا عائق كبير يعني، احنا عم نضطر انه نستخدم يعني المازوت في تشغيل المعمل، وهي هذا الشيء بزيد علينا الكلفة تكلفة يعني. ما عم نحسن نحن مثلا نجاري المدينة الصناعية تنطرح هي المشاكل كلفتنا. هلا المشاكل الثانية يعني في مشاكل مثلا التصدير يعني مشاكل التصدير، نحن المعابر الحدودية عندنا شوية في مشاكل يعني، كان قبل نحن نبعث التصدير مثلا للعراق ثلاث أربع أيام تصل البضائع، هلا عم تطول شهر ونص يعني. لما تبعثوا للعراق كيف؟ كان قبل البضائع قبل الأزمة تصل تقريبا ثلاث أربع أيام البضائع تكون في العراق، هلا حاليا شهر ونص عم تطول البضائع. السبب إنه الشحن قليل والسبب انه صار في طريق تاني عم تروح عليه عم تطول البضائع لتصل للعراق. فهذا شيء يعني كمان الزبون العراقي والزبون الكذا اكيد يمكن ظروف الحرب والارهاب نور عم بتعيق يمكن حتى ايصال الكهرباء لبعض المناطق. صحيح، بس الجميل انه يعني ذكر هي الصعوبات لتم يمكن معرفتها ومعالجتها. طبعا هلا في تحسن يعني، كان قبل ما تجينا صارت تجينا 12 ساعة امس صارت 16 ساعة يعني ان شاء الله. فينا نقول طريق وشحن ان كان وكهرباء، في امور اخرى يعني امور اخرى سنوية ما يعني هي اهم شيء الامور الحوامل يعني. الطاقة هي الكهرباء والمازوت مع ذلك يعني. مستمرين لا يعني مستمرين نحن يعني نحن مستمرين الحمد لله من وقت نحن منطقتنا ما تحررت دخلنا فورا على المعمل وبدأنا الانتاج يعني معروف الصناعي الحلبي صح. فورا مشتغل. أكيد نحن بحاجة لهيك أشخاص نور ضمن ظروف الحرب، هن اللي وقفوا معنا وقفوا البلد عفوا مع أكيد. البلد وقفوا على يمكن بصمودهم بتحديهم لجميع ظروف أكيد الأرهاب. سالي ويمكن شعب حلب مثل سائر شعب سوري ناضل وحارب الإرهاب صح. كل واحد من مكان عمله مفاصل طبعا. الحياة استمرت بمختلف القطاعات ضمن الإمكانيات الموجودة وضمن فينا نقول الصعوبات اللي عم تواجهوها. هلا نحن يعني الحمد لله رب العالمين الصعوبات تتلاشى شوي شوي، وانا بحب يعني من هالمكان
أرسل تحية لأبطال الجيش العربي السوري أكيد وللشهداء الجيش العربي السوري اللي لولاهم نحن ما حسنا ما رجعنا على معاملنا، يعني هن اللي بذلوا الغالي والرخيص، والشكر الكبير طبعا للسيد الرئيس بشار حافظ الأسد. أكيد. طيب استاذ ماهر، خلينا نحكي بالدوره القادمه لمعرض دمشق الدولي، شو بتتاملوا كصناعيين سوريين يكون موجود او حابين يكون؟ هلا متامل نحن تكون مشاركه شيء افضل للصناعيين او يخدم الصناعه، متامل يكون يعني اجنحه الصناعات، يعني بالنسبه عشان للصناعات النسيجيه تكون المشاركه اوسع، ويكون يعني استخدام التجار العرب، يكون إن شاء الله كل العرب عادت إلى سوريا ويكون مشاركتهم واسعة، يعني ويجي تجار من باقي الدول العربية، وتكون الصناعيين اللي بمدينة اللي بسوريا يشاركوا بفعالية أكبر. نعم، خلينا نحكي ايضا عن السنه، هيدي السنه بمعرض دمشق الدولي، طالما نحن قاعدين هلا على ارض مدينه المعارض، شفنا فيها اقبال، شفنا فيها يمكن عقد صفقات، صفقات انعقدت فيها صفقات خلينا نقول ضمن سوريا، ولا في شيء خارج سوريا مثل هذيك السنه كان فيها يمكن صفقات؟ لا، في طبعا في طبعا سوريا. صفقات يعني اجوا، في وفد عراقي اجى، في وفد اماراتي، في صار عده صفقات خارج، يعني من الامارات خارج سوريا ومن العراق. ايوه، يعني هدول اكثر شيء، في وفد عراقي جيد اجى، وهدول يعني تم التواصل مع الوفد العراقي، ذكرتوا المشاكل اللي عم تواجهوها على الحدود ان كان السوريه العراقيه. موعودين ان شاء الله خلال ايام يفتح معبر البوكمال، هذا طبعا اذا فتح المعبر يعني بيسهل الحركه كثير وبقلل كميه، بقلل جهد ووقت، فينا نقول ايوه بقلل الكلفه وبقلل الوقت لتصل البضائع السوريه للعراق. فان شاء الله يعني بالمستقبل قديش مهم يمكن التواصل المباشر من خلال معرض دمشق الدولي مع الوفود العربيه لتذليل العقبات بين البلاد وتسهيل مثل ما قلنا ان كان تصدير ولا استيراد. هلا طبعا يعني عبجوا الاخوه العرب لسوريا تفاجئوا انه معقول انه لسه انتم الصناعه عندكم يعني لحد الان هيك بهالمستوى وبهالجوده، طول ما في سوريين مثل حضرتك موجودين والصناعيين الحمد لله رب العالمين، بس نحن يعني ان شاء الله بنكون عند حسن ظنهم، وان شاء الله يعني من سنه لسنه الاوضاع افضل. تماما، يعني نحن مثل ما بنعرف حلب الشهباء هي نموذج لأبهى الصناعات ومحافظة الصناعات تماما، ولا حلب حصة بالقلب، وأكثر حدا يمكن نحن هيك حزننا من أجله، حلب تعرضت كثير لإرهاب، ولكن واقع الصناعة بحلب ما زال يمكن بجهود مبذولة ومشكورة هي الجهود أيضا، يمكن عم يكون في دعم لبعضكم، حنقول دعم من حدا، دعم لبعضكم أنتم كصناعيين، قديش وقفتوا شوي مع بعض لقدرتوا ترجعوا وتقوموا من جديد وترجع تنشط الصناعات من أول وجديد؟ الله الحمد لله، يعني الصناعيين قلبهم على بعض، يعني إذا واحد تماما. في عنده مشكلة، في عنده ضائقة، في عنده كذا، يعني ممكن مساعدة الصناعيين، والحقيقة غرفة صناعة حلب عم تقوم بمجهود كبير يعني في هالشيء، يعني ان شاء الله يعني بس كان في وحدة حال، فينا نقول إيه يعني كان طبعاً في وحدة يعني حال من الصناعيين، وجع يعني كل صناعي هو وجعنا، يعني حضرتك بعض التفاصيل اللي كنتوا انتم متواجدين على ارض الواقع، قديش كان في وحدة حال وكان في مشاركة بين بعض للاستمرار بهي الصناعة؟ يعني المشاركة، يعني اي صناعي يكون مثلا في عنده مشكلة، في عنده كذا، كان يوقفوا جنبه أخواته الصناعيين، يعني إن كان في مشكلة بناء أو مشكلة مادية أو كذا، الحمد لله يعني الصناعيين قلبهم على بعض، يعني ما بخوف عليهم. خلينا نحكي معارض مثل معرض دمشق الدولي ومعارض أخرى تقام اليوم في سوريا، قديش بتأمن لكم أنتم كصناعيين انفتاح للخارج والتواصل المباشر مع الخارج، لا مثل ما قلت للتصدير والاستيراد مع بعض؟ هلا نحن متامل يعني المعارض انه تصير كمان في معارض تخصصيه. يعني نحن هلا معرض دمشق الدولي معرض شامل معرض اقتصادي، فنحن في مثلا معارض تخصصيه، معارض الاقمشه، معارض الكذا، هذا ممكن يعني يجي التجار المختصين بهالشغله هي، يعني هيك يعني في فوائد من هالعمل هذا، يعني فينا نقول خلال العام عم يتم ضمن مدينه المعارض بعض المعارض غير معرض دمشق الدولي. طبعا هلا في بعد ب 13 شهر في معرض تخصصي بصناعه الالبسه والاقمشه سنويا تقام. ايوه
شو مفكرين فيه؟ تماما. لا نحن هلا هذا مختصين فيه جماعه الالبسه يعني يعني يمكن نور لكل حدا في اختصاص. أكيد. يمكن اكيد بس المشاركه بالمعارض هي المهمه يمكن للاستثمار. طبعا طبعا المشاركه بالمعارض هي يعني اثبات وجود عرض المنتج السوري، عرض لسه يعني نحن عم نقدم للناس انه نحن لساتنا موجودين، صناعه حلب موجوده، كل الصناعات شغاله، ما في صناعه واقفه والحمد لله سنه على سنه المعامل عم تزيد يعني يارب. اللي كان واقف عم برجع بشتغل من اول وجديد. يمكن قالت نور كلمه انه بوجود صناعيين مثلكم يمكن ما زالت الصناعه الحلبيه موجوده بوجود هي الجهود المبذوله. كل الشكر لكم وان شاء الله يا رب هيك موفقين بمعرض دمشق الدولي. ان شاء الله يكون لكم مشاركات على نطاق اوسع بعد تحرير كل شبر من ارض سوريا. ان شاء الله بنتامل ان شاء الله تحرير المناطق في مدينة حلب وعودة الصناعيين الكبار حقيقة اللي طلعوا برات البلد، وهذا شيء بيساعد كثير على الصناعة إن شاء الله يا رب. يمكن مثل ما قلتي سالي نتمنى لهم فعلا مشاركة واسعة وعلى نطاق أوسع، ويمكن اللي بيدخل للأجنحة السورية بفوتوا قلبه مليان فرح وسعادة لأنه في تنوع بالمشاركات الصناعية السورية، في نسيج لوني جميل بين بعض رغم كل الظروف. نتشكرك على وجودك معنا، نتمنى لكم التوفيق وسلامنا لكل أهل حلب. شكرا كثير لك. يا رب.